السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء نتجدد معكم في برنامجكم في الخلية. ضيفنا لهذا اليوم كان معنا أيضا في العام الماضي، وبالتأكيد الطلب عليه يبقى دائما مستمر. ضيفنا هذا اليوم هو الأستاذ الإعلامي موسى العمر، أهلا ومرحبا بك. حياك الله، أهلا وسهلا، نورتنا. الله يسلمك، نورك هذا يا أخ عمر. طبعا أنا شايف أمس عيد ميلادك 39، يعني فبنقول لك هابي بيرثدي. أنا والله لا، يعني هذا اقتربت لأجلي 39 عاما فما أسقاني، فكتبت إنه يعني مستاق إلى جهة الـ40. طيب هلا هذه هابي بيرثدي، لأنهم جالسين يقولون عمر وموسى دواعش اجتمعوا في البث وكذا، فحبيت ايش نعطيهم شوية كذا نقول لهم لا شوف احنا هذا، شوف الرجال مسوي. أنا ما أعرف شنو نوع الحشيش أو الذي يتناوله هذا الذي يقول عني ويعني يقول في ما ليس في، يعني مثلا بيقول لك داعشي وقاعدي ومش عارف ايش، كله كلام فاضي لا قيمة له. يعني طيب نورتنا على كل حال. طيب انا صراحة قبل ما اخوض معك في الشأن السوري، يعني نعم. واعذرني على التطفل، اريد يعني الحمد لله على السلامة، ايضا سمعنا انك تعرضت لإصابة بكورونا. نعم. حدثنا عن هذه التجربة الخطيرة، لانه انا صراحة في البداية كنت خايف جدا، بس بعدين لما بشوف ما شاء الله الناس امثالك تعافوا وخرجوا بالسلامة ذهب مني الخوف، او ذهب عني الخوف. نعم والله هذه تجربة بالنسبة اللي مرأت فيها هي، طبعا حديثي معك لن يتحدث عن بس كورونا، هذا الموضوع يعني اعتبره شيء صغير جدا ومرأة، يعني الهامش ما حابب انا كنت احكي فيه كثير اطول، لان قتل بحثا حتى في الاعلام وكذا. لكن انا بصراحة انا بتعرفني انا مقيم في الخليج منذ حوالي من 2016 تقريبا 2015، واتي زياراتي الى لندن، فعائلتي هنا في لندن فازورها بين الحين والاخر يعني. فقبل اغلاق الاجواء انا سافرت من هناك واتيت الى لندن بعد وصولي بحوالي 10 ايام. جاءتني عوارض الكورونا، طبعا انا من الذين عندي الحمد لله مناعه قويه، فكنت اي قريب تاتيني فخلاص انا بالليل الصبح افيق ما عندي شيء ان شاء الله الحمد لله. ومن 20 سنه انا ما شفت دكتور يعني الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله. لكن فانا قلت قريب عادي يعني يوم يومين، بعدين اشتد الالام فيها شديده في اطرافي وفي اسفل ظهري وفي وحراره مرتفعه 39 39 ونصف، ما اقدر انام، ما اقدر اكل، ما يعني فقدان التوازن، العوارض الكبيرة أنا اللي أجتني قوية، ما أجتني يعني مايلند أو خفيفة أو كذا. فأنا ما كنت أعرف يعني بصراحة، أنا أتصور بأن عندما أنا وصلت إلى لندن ذهبت إلى ماركت كان يعاني من ازدحام، صار هناك مثل يعني فزعة تسوق، فدخلت إلى ماركت عربي هنا، فالناس كانوا بشكل كبير رغم انه صاحب المول صديقي يعني قال لي انتظر وكذا، قلت لا انا احب انا يعني انا اشتري بنفسي وكذا. فما اعرف ربما هناك او باماكن لا اعرف اين اصبت يعني بصراحه، لكن انا اصبت في لندن بكل الاحوال. على كل حال فبعدين استاءت حالتي بعد 4 ايام، اسعفوني للمشفى، بعد وصولي المشفى 48 ساعه بلغتني دكتوره بريطانيه قالت لي انت تحمل يعني فيروس كوفيد 19 والافضل لك انه لانه في عندنا في المشفى حالات كثيره، فصحيا لك ان تبقى في منزلك لان احنا ما عندنا شيء نقدم لك الا الاملاح والا هذا. فانا رجعت الى البيت، ساءت حالتي كثيرا، رجعت الى المشفى، قلت لهم انا ارتاح في المشفى كثيرا لاني ارتحت اكثر لانه كنت اتعذب كثير يعني. فقالوا لي انه الاكسجين عندك الحمد لله 100 100، مناعتك قويه، ان شاء الله لن يدخل للرئتين وان شاء الله تتعافى خلال 6 7 ايام عن عائلتك لانك اكيد انت عاديهم يعني، فانت خلاص خليك مع البيت حتى عافوا كلكم ان شاء الله. فانتظرت حوالي 7 ايام. اي والله، فيعني هذا هن صار يتمسخروا على فكره، على من شي يومين شفت مقطع لواحد دكتور سوداني او وزير السودان إيه؟ فعم يتمسخروا عليه، عم بيقول له انه انا ما عندي شيء الا بنادول وخلاص، او فهو كلامه صحيح لانه هذا كلام حتى الاطباء هنا كلهم رغم الرعايه اللي قدموا لي اياها، قال لك انا ما في دواء هذا، بتاخذ بس باراسيتامول وتتغذى منيح وكذا وهيك. والحمد لله انا بعد حوالي 7 6 ايام من الالام والعذابات وكذا
الحمد لله انه بدات اتعافى الحمد لله. بعدين حللت مره ثانيه البي سي ار، فقالوا لي بان نتيجتك بعد الاول، بعد النتيجه الاولى بعد حوالي 15 يوم هي يعني نتيجه سلبيه، والحمد لله انت معافى الان بشكل تام. فقلنا لهم للشباب اهلا وسهلا تفضلوا علي. لا كنت دائما اقول لهم يعني لا مساس، والحمد لله هذه شيء صار وانطوى يعني الحمد طيب لله. اللهم لك الله الحمد. يعافي كل الناس يا يعني. رب يا رب. فانا انصح من هذا المنبر، انصح الناس كلها بالالتزام يعني بيوتهم، وايضا يعني التزامهم تعليمات كل واحد في دولته يلتزم بالتعليمات اللي تلقيه دولته، لان كل دولته ادرى بمصلحتها. يعني احنا ما عندنا في لندن الزاميه الحجر الصحي، بالناس بتطلع كيف بيطلع لك؟ بالحدائق كذا بتتمشى، ما في يعني. عندنا هنا عندنا بياخذوا مناعه القطيع الله يسلمك، ف قطعوا فينا، بس الحمد لله على كل. طيب، بمناسبة الحديث عن كورونا، معلش أسألك سؤال بالشأن السوري. سوريا ما شاء الله ايه من أقل الدول في العالم يعني في أرقام الإصابة بكورونا، إيش السر؟ والله ما اعرف، انت تسال عنها قدره الله يعني سبحان الله. بس المساله مو هيك، هلا في مناطق النظام بيقول لك نحن عندنا بس حالتين ثلاثه، مو يعني قد يكون. انا قال لي هون يعني مختص بريطاني، قال لي قد يكون نصف الشعب مصاب بكورونا، مش الان كل الناس. ربما انت مصاب فبتطيب لوحدك من دون ما سبحان الله يعني تعرف انه معك كورونا يعني. سبحان الله. ففي سوريا مش لانه ما عندهم في عند النظام، لانه ما بيعرفوا كيف انه هذا مصاب ولا لا، فهمتني؟ ما عندهم شيء يعني، فهمتني؟ والحمد لله في الشمال السوري ما سجلت يعني مثلا حالات ولا هذا، الله يعافي الناس. وهي الحمد لله ما نضرب عين صلاة على النبي لا سبعا يعني، بس الحمد لله على كل حال يعني. طيب الايام الماضيه طبعا ايه كان حديث الشارع السوري عندكم، المقطع الذي خرج فيه رامي مخلوف يعني بصوره حزينه. انا حقيقه رايت صور قبل ذلك الرامي مخلوف، هذا اول فيديو في عمري اشوف الرامي مخلوف، وحسب ما اسمع منك ومن الشباب ومن الناس ان هذا الرجل الوحش الكاسر. يا رجل، رجل حبه وبكيوت وطالع اقول لك، يذكر الله. اقول لك شغله انا الاول مره بحكيها. انا قبل الثوره السوريه التقيت يعني شفت رامي مخلوف بشكل شخصي مرتين. مره في عزاء في دار السعاده في دمشق بال 2007، كان جاي هو والده الان محمد مخلوف هذا الحرامي الاكبر يعني عراب سرقه البلد اللي هو الان في موسكو يتعالج، سمعت من الزهايمر. وهو فاتوا بعزاء مع اخيه ايهاب. ومره ثانيه هاي قصه طريفه احكي لك اياها. كنت انا اشتغل في دبي بال 2000 منتصف 2007 2008. فرحت، كنت انا عندي عاده سيئه ما زالت حتى هذه اللحظه، اني دائما متاخر عن الطائره، يعني قبل بساعه وربع اروح اكون او قبل ب 45 دقيقه. على كل حال فرحت قبل بساعه على تيرمينال بتذكر 3. فانا ماشي بسرعه بدي الحق الجيت، فبدي انزل. تعرف التيرمينال 3 ما بعرف زرت انت دبي، مبنى ضخم جدا، بل جيت ما البوابات فيه ضخمه. ايه كمل بس. ففي درج متحرك، فقبل ما اصل الدرج المتحرك في وقف بسمع شخص بيقول لي بس بس يعني كم يعني. فتلت ظهري، فتلت نفسي للخلف، فوجدت شخص عم بيقول لي يا اخي انطب منك هذا المبلغ، يعني وقع منك هذا المبلغ. كان مبلغ بتذكره الى الان 400 درهم من فئه الميات، وقع من جيبتي يعني يعني 150 دولار مبلغ. المهم فطلعت قلت والله هذا رامي مخلوف، قلت له مو الاخراني؟ قال لي نعم. فكان معه طفلين بتذكر الى الان، واحد عمره 9 وواحد عمره 8 او 10، اللي هنا الان حساب كل واحد منهم 2 مليار دولار كل واحد يعني، بحسب البارحه التقرير الالماني يعني واحد منهم يعني. فقلت له يعني هيك همسا يعني، قلت له يعني والله مالك حق خدها ما خليت تجيب البلد. فهو كان طالع بنفس الطائره على دمشق بالفيرست كلاس، انا كنت طالع من ذوي الدخل يعني. وصلنا بالدولي فورا يعني، اجت سيارات خاصه، وهو رجل يعني انت بتحكي عن رامي مخلوف في 2008 كانك عم تحكي مع بشار الاسد يعني. طبعا. فالمساله الثالثه اللي هي كان احتكاكنا معه او معاناتنا مع هذا اللص في قناة، أول قناة أنا اشتغلت فيها ولها فضل علي هي قناة شام، أسست في 2005. أنا من الذين قدمت 700 نشرة إخبارية تحت الهواء، ما حدا يشوفني إلا المخرج والطاقم العمل. ليش؟ كنا ننتظر
على مدى سنة القناة. لما أقلعت القناة أقلعت شهر بأول رمضان برمضان 2006 مثل هذا رمضان، وأغلقت في صباحية يوم العيد بأسباب قالوا أنه في جرعة دينية زائدة وفي أذان عم ينذاع كل وقت صلاة، رغم أن الجرعة الدينية ما كانت عبارة عن برنامجين، يعني في التلفزيون السوري الرسمي في 3 برامج يعني برمضان، فكانت حجة. بعدين أغلقوا القناة، بعدين فلسوا صاحبها، وايضا بعدين هجرونا نحن وطردونا، ورحت انا نسعى في مناكبها، رحت بعدين اجتني فرصه عمل في الامارات رحت عليها. تصور انه من شروط وقتها انه ترجع القناه قال لك لازم تشارك هذا الانسان. عجيب. القناه عليها قرض، القناه عليها قرض بنكي تمام، حوالي كان بتذكر 12 مليون دولار. فقال له لصاحب القناه، قال له انا باخذ 80% وانت بتاخذ 20% وبتسدد القرض. عارف شلون؟ فوظلت القناه ما طلعت، بعدين طلعت شويه من مصر وسكرت، وبعدين الله يكون بعون اللي كان فيها واللي كذا. فرامي مخلوف اللي بيشوفه انا فكرته لما شفته بصراحه فكرته امام النووي. يعني ما شاء الله عليه العارف بالله. انت علي شلون؟ رجع لك 400 درهم. قدس الله سره كله. لا للامانه لما شفته انا قبل الثوره يعني كان هو رجل هيك ناعم وهيك قصير القامه يعني تحسه كثير طيوب يعني وكذا، لكن انتم كان يلقب بالشاب المعجزه. انت عم تحكي عن واحد سوى شركه اتصالات بعام 1999 تمام، وهو عمره 26 سنه 27 سنه. يعني تخيل انه شبكه اتصالات مردوده بعام 2008 كان معه كاش رامي مخلوف 6 مليار دولار، هاي تقرير رسمي 2008. ل 2020 معه الان كاش حوالي 18 الى 20 مليار دولار. كل اللي عم يطالبوا فيه الان النظام السوري او الدوله بين قوسين السوريه الحاليه عم يطالبوا ب 130 مليون دولار، يعني مبلغ تافه جدا. يعني عارف كيف؟ هو رامي مخلوف عنده حوالي 37 38 يعني شو اسمه شركه. الوحيد اللي مرق منه كان قده يعني ما قدر يختص منه هو كان غسان عبود اللي هو كان مالك اورينت. حاول كمان مالك اورينت كان يأمم هذه القناه يستولي على 55% منها وكذا، بعدين فشلت ذاك قام هاجر وراح على دبي واقلع من هناك. على كل حال هو مساله رامي مخلوف، انا بس الحديث يذكر، لا يتوهموا كثير من السوريين انه والله انه يعني اشتباكات ما بين العلويين وما بين انصار رامي، وهذا كلام ايش اللي حاصل حقيقي غير صحيح يعني غير صحيح. طب يعني ليش ما الذي اضطره يخرج في فيديو يتكلم ومسكين وشوي يبكي الرجال؟ يا سيدي لانه هو نصاب بال 2011 طلع بمؤتمر صحفي، اول مؤتمر صحفي متلفز وشوفوا انت باليوتيوب، استدعى كل المراسلين القنوات وكذا وحول، قال لك انا 40% من ارباح الشركه هتروح للاعمال الخيريه اللي هي كانت اسمها جمعيه البستان. جمعيه البستان هي شغلتها فقط تعويض تموين السبيحه وتعويض قتلاهم. يعني اذا هو شو قال بالحديث، شو قال؟ قال يا اخي هاي ال 130 مليون دولار اللي بتاخذوها مني لا شرف عليها يا سياده الرئيس وخلي تروح الجوع والفقراء. شو قصده؟ هن قصده قتل العلويين، قصده هو انه هدول الشبيحه اللي قتلوا واللي كذا. وهو ما عم يعطي، هو انسان كان عنده، قال لك واحد سال انه من له رامي مخلوف، هو كان عنده بقرتين كمثال، والسنة اللي بعدها صار عنده 4 واللي بعدها 8 واللي بعدها 16 واللي بعدها 32 واللي بعدها 64، على 10 سنين صار معه 350 بقره. فجاه هلا هو في مخيلته يرى 11 مليون مشترك، يعني 11 مليون بقره امامه، لانه هو بحل الايامات السابقه. فهو عم يحلف فيهم اللي هو الشعب السوري المشتركين هذول والكذا. وهو نصب على نجيب ساويرس، ما خلى واحد الا شاركه، وهو من طبعه. فهي صارت مساله انه والله انا بجدول وبدفع، يعني انت عيب عليك تدخل بجدول، يعني انت ابنه طائرات وطائره خاصه حقهم شيء 20 مليون دولار 30 مليون دولار، اقل طائره خاصه حقها 10 12 مليون دولار، كل سياراته اللامبورجيني والروز رايز والدنيا والقصص وكذا حقهم شيء تقريبا 6 7 8 مليون دولار، من عدا البيوت من عدا كل شيء، هذا الابن لاولاده يعني. فعم بيحكي انه هو عم بيعطي للشعب للفقراء اللي عم بيحكي ما عم بيعطيهم من جمل اذنه شيء بسيط يعني، يعني انت لو بيعطيهم بالفعل زكاه مثل ما بسميها 2.5% كانوا اغتنوا. لو هو مليار دولار
بيوزع مليار او مليارين على قتل العلويين كانوا الان جبال الساحل والقرى العلويه ممتازه. طيب سوى حتى العلويين ما يحترموه. طيب الرجل هذا، الرجل هذا كيف بنى ثروته؟ اذا اذا بناها معلش سوريا دقيقه، الاقتصاد السوري مع كل تقديري واحترامي مش ممكن يساعدك ويوصلك الى هذه الارقام بسهوله، لانه في اكثر من اكثر من هامور في الساحه. فاين بنى، كيف بنى هذا الرجل ثروته في سوريا فقط؟ يا سيدي انت انت عندك، انت جيت اول سوريا كانت فيرجن يعني ما كان فيها شبكات اتصالات نهائيا. اجت سوت سوى شركه ام تي ان هو نجيب نيقاتي، وسوى شركه سيرياتيل، وبعدين نصب على نجيب ساويرس اللي شغل سيرياتيل، شغل نصب عليه. وحتى نجيب ساويرس اشتكى عليه في المحاكم السوريه على اساس انه يعني طالب حق، قاموا حكموا لا صالح رامي مخلوف، هو الحكم والعدل، الحكم والخصم بنفس الوقت. واحد شركات اتصالات عم تحكي البلد على حسابه، يعني انت شركات اتصالات بنت ثروته لو بتجيها مثلا كل، انت عندك انت الان 11 مليون مشترك على سبيل المثال، بحسب لك بس حسبه بسيطه، لو كل واحد الان عم يصرف 10 دولار 10 دولار انت عم تحكي عن تقريبا 120 مليون دولار 130 مليون دولار بالشهر، يعني بالسنه حوالي مليار ونصف دولار. قديش مصاريف تشغيليه؟ انا بعرف يعني بيشتغل بالبزنس حتكون يعني 20% 25% انفتحت حالها، لانه هذه اجهزه عباره، ما في عنده قوة عامله هائله مثل شركات المقاولات يعني او عماله او كذا. 20% بيربح، بيحط له في جيبته كل سنه مليار دولار، مليار على 20 سنه صار لها، صار معه 20 مليار. هذا من عدا لسه ما بنحكي لسه بالشيء اللي من تحت الطاوله، المخدرات اللي اجت من عنده وكذا. انت جيتني في المصايب اللي صارت، انت جيتني يعني. الان البعض يقول انه المقطع الذي خرج لرامي مخلوف له علاقه بشكل او باخر بشحنات المخدرات التي القي القبض عليها مؤخرا. شوف انا استبعد ذلك ولا اراه مستحيلا، يعني مثلا يعني مثلا هو في حرب ما بينه وما بين، يعني تعرف عند الفريسه بتصير حتى بين الاخوه تمام، بالصحابه بتعرف بمعركه احد الغنائم هي اختلفوا عليها اللي هن صحابه كرام، فما ادراك بناس ما بتخاف الله وحراميه وقتلين قتلها. هاي نقطه. النقطه الثانيه قالوا له بدك تدفع المعلوم، ليش؟ لان البلد الان تمر في ازمه اقتصاديه خانقه، والبلد بده دولار، بده كاش. رامي مخلوف في 2013 طلعت من سوريا حوالي 16 مليار دولار، راحت 16 مليون دولار، نعم بال 2013 بالسنه الذهبيه للثوره السوريه لما كان سقوط النظام قاب قوسين او ادنى، قبل ما يسمى بانشاء الموك والموم والدعم الخليجي، وهذا الدولة تدعم هون وهذا الدولة، وفاتوا بتفتيت وتفكيك الثورة السورية، وهذا كان سقوط النظام قاب قوسين أبدنا تمام؟ قام شو صار؟ كل الرؤوس الأموال الكاش والدنيا كلها صدروها وبعتوها لهون ولهون على دول غربية وعلى الدول الخليجية وهون وهون، 16 مليار 17 مليار. فمنها جزء مهم منها لا يقل عن 3 4 مليارات كان لرامي مخلوف وغيرها. الان النظام بده كاش، بده دولار. منين؟ بيقول له انت عليك كذا وانت عليك كذا وانت عليك كذا، مو بس رامي مخلوف، الكل رامي مخلوف اللي طلع الصرخه يعني. فلان الفوز انت عليك كذا وانت عليك كذا، نحن رب، نحن اللي علمناك ونحن اللي كبرناك ونحن اللي من صغرك، هو هيك بالفعل حقيقه يعني. لانه هاي الدوله هي ما في نظام، ما في دوله، هاي عصابه بتفكر سوريا عبارة عن مزرعة، هذا ألك وهذا ألك وهذا ألك وهذا ألك وهذا ألي ومش عارف إيش. لما امبارح رئيس مو امبارح يعني أسألك حديث لرياض حجاب رئيس الوزراء، قال له والله بدنا نأجرها ل ل ل لسيرياتيل ب 500 مليون دولار وهي سعرها السوقي 5 مليار دولار. يعني هذا عم نحكي عن شركة واحدة، فما أدراك بالموانئ وبالمنافذ الحدودية وبالمش عارف إيش. يعني هو كان ما بس عنده، كان عنده بال 2003 و 2004 عنده راماك، المناطق الحرة كانت كلها على حسابه. الآن شركات الطيران الخاصة كلها له أجنحة الشام وكلها الشيء الوحيد اللي هو ما اللي فشل بتأميمه وسيطر عليه اللي هو الإعلام اللي وقف بعد إذن مع الثورة السورية، اللي هي مثلا قناة أورينت وغيرها من القنوات اللي دفعت الثمن. قناة أورينت دفعت الثمن، طلعت على الإمارات، شام دفعت الثمن، صاحبها الآن بالسجن على سبيل المثال يعني. طيب هل الكلام اللي يقال انه اسماء الاسد وزياده نفوذ عائله اسماء الاسد وضغطهم على ال مخلوف، هل هذا كلام صحيح ولا بس
كلام مجالس. انا والله من خلال يعني قراءتي وخبرتي في داخل النظام اتصور في مبالغه كبيره في هذا الاطار. يعني عدم مؤاخذه بشار الاسد مثلا يعني بدي يستنى مرته تقول له ولا كذا، مش قضيه هيك يعني، ما معقول يعني ولا يقبل. اسماء الاسد نعم هي الان فاتت، انت بتعرف من جالس جانس، يعني هي لما تجوزت بشار كانت صافيه وطبيبه، وهو كان صافي وطبيب عيون مش عارف ايش. فالسلطه دائما الكرسي نصنعه على عيننا ثم يصنعنا على عينه. قد تجد انسان قبل ما يتولى السلطه انسان لطيف ومش ما شاء الله عليه ومش عارف ايش، بعد ما يتولى السلطه بيتحول لكائن انسان اخر، بيتحول الى متوحش الى دكتاتور. لا اريكم الا ما ارى. وهذا مش فقط رئيس الدوله، هذا كل بلاء عام يعني. لما يصير واحد عنده نفوذ فهو شيطانه يستيقظ في داخله. فالقصة عن أسماء وما أسماء وبيت لهذا وإما أنا أو هو مش عارف إيش، أنا برأيي هذول كلها تنشل عصابة واحدة. لا يمكن لرامي أو إنه يقاتل الأسد ولا أقدر على ذلك بضبوب بلا عن أبو خلال. إذا هو ما سأل على المحافظات وقصفها بالطيران بده قال صرنا نحن نقرأ إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا بدي أسوي ما خرج يسوي شيء هو يعني. في النهاية حيدفع المعلوم من تمساكته وهو. لماذا خرج في مقطع فيديو؟ ها؟ ما كان يستطيع انه يرفع السماعه على بشار الاسد. ما يقدر لانه يبدو انه في قطيعه. اوكي. انه بشار مقاطعه. اوكي. فهمتني؟ ما عم يحكي معه، ما عم يدفع. فقال لك انا بحكي له على الفيديو. فذكرني لما كنا اول الثوره الناشد النظام السوري اني يا اخي طلعنا هالمعتقل وطلعنا مش عارف ايش. كان في بعض اقول لك على شغله، النظام الانظمه الشموليه الظهور الاعلامي تبعها سلاح ذو حدين. لا اما بتلاقي واحد بيخاف الله بيستجيب، يعني تجد انت مناشدات اعلاميه لاطلاق سراح معتقلين هون ولا في الدوله ولا هون ولا في سوريا ولا في السعوديه ولا غيرها من ولا في اي بلد يعني anyway يعني. فتصور انه الانظمه في بعض انظمه لا اما سلاح ذو حدين، المناشده بتضر المعتقل او بتفيده. اذا رايت واحد بيخاف الله خلاص بيراجع ملفه وبيطلع. فمرة احكي لك قصة يعني معلش حديث رمضاني معنا وقت ولا لا؟ خذ راحتك، لا خذ راحتك. واحد بعت لي كنت على قناة الحوار، فواحد بعت لي مناشدة لإطلاق سراح معتقل. فأنا في بداية الثورة كنت يعني مهني، يعني أنا إنسان مهني وعم بتعامل بمهنية تامة يعني. أول الثورة عم بحكي قبل ما يعني إنه على أساس النظام بيفهم يعني، مثل أول ست أشهر تعرف الثوار كانوا يشيلوا علم النظام، علم الدولة، وما طالبوا باسقاط بشار الا بعد ست اشهر من الثوره السوريه، يعني مو بعد مو فورا يعني طالبوا بحاره الفساد. فكنت اطلع اقول لهم يا اخي اليوم في عندنا معتقل فلان، معتقل في سجن حمص المركزي مش عارف ايش، وهذا رقم وكذا. انا اقول هيك بطيبه قلب يعني، اقول يا اخي انتم رئيس الدوله يا اخي طلعوا لهذا البني ادم، والله لا ذنبه لا له في العير ولا له في النفير. فطلعوا له واحد مره، طلعوا وقال الله يجزيك الخير، والله امبارحه شفنا مذيع استدعى رئيس الامن رئيس الفرع وقال له شفنا مذيع عم يحكي عنك شو سويت انت قرد ولا وكذا ولا تعيدها ولا كذا وطلعوه. ففي واحد من ادلب بعث لي مناشده، فرحت ثاني يوم زعت انه فلان انا ما بعرفه بس اخوه بعث لي، فرحت ناشدته كذا وش اسمه هذا. فالله يهدي انا ما بعرفه الا المعتقل، بعرف اخوه او اخوه بعث لي، فانا قلت اسمه هذا الزلمه كويس مش عارف ايه. فطلعوا رئيس الفرع سلخوا دولاب مثل فرق الوالدين. قال له خلي موسى العمر ينبعك يا عرس، روح نزله لتحت. يعني بدل ما اضره بدل ما فته اضره. فالقصد انه ظهور رامي ولا كذا على هذا اخر، لانه ممكن يسمع من بشار يقول يا اخي هال 130 مليون دولار 130 مليار تبعهم حياخذوها اللي حواليك، وانا بدي اياك. هو بدي يصر انه 130 مليون هاي تتوزع على قتل الميليشيات تحديدا من الطائفه العلويه، لانه هو البستان اغلبها نشاط بالساحل السوري يعني، بيوزع ممكن للسنه شوي يعني 10% يعني، بس اما الغالبيه العظمى لها هذا. بس بعدين حتى المساعدات اللي عم تنبعث لهم هي مساعدات مخجله. انت لمعلوماتك اخ عمر وكثير من الاخوه الغير سوريين لا يعلمون انه الساحل السوري والعلويين هم اكثر الفئات فقرا في سوريا، فقرا يعني. تخيل وأمامهم النظام انه كل طفل علوي او كذا شو طموحه يصير لا ضابط مخابرات
لا ضابط شرطه، لا بالجيش، لا بالكليه الحربيه، حياه وظيفيه يعني. فايش اللي صار؟ في قراهم في منهم ما عندهم كهرباء، في منهم ما عندهم مصرف صحي، في منهم يعيشون فقر مدقع، وهن بيعرفوا هذا الكلام. ورغم كل شيء قدموه يعني هم فدا صار ما يتبشر، يعني قتل العلويين لا تقل اخي عمر عن 200 الف قتلوا في بدايه الثوره السوريه الى الان. مين قتلهم؟ قتلهم بشار الاسد. الان بشار الاسد شو عم بيقدم لهم؟ عم بيقدم لهم شيء عنزه، شيء ساعد حائط، شيء كيس بطاطا، شيء مش عارف ايش، يعني شغله تافهه يعني جدا. فظهوره بس من شان انه ما عاد يوصل له، فبيقول له يا ريت جميل. هو ما حيفيده ظهوره يعني. جميل. طيب هل ولا يتوقع احد من السوريين انه والله ظهر رأي مخلوف يلا اهتز النظام؟ ايوه انت جيتني في السؤال، هل هذا مؤشر على انه النظام يهتز وان النظام يترنح او النظام، هذا الكلام صحيح ولا هذا كلام مش مزبوط؟ انا مشان اكون واقعي مع الناس وصريح، مشان ما نرقد ورا وهم يا اخوان. نحن يعني اثرنا على هذا النظام بالعنه بالكلمه الطيبه ما سقط، بالمظاهرات ما سقط، بالحوار ما سقط، بالسلاح ما سقط. بدي يجي رامي مخلوف على انه يهتز، والله العظيم هلا لو بشار الاسد بتفلس كل البلد ما بيسقط يا اخي عمر الا بقرار سياسي امريكي اسرائيلي. قالوا والله العظيم لو امريكا بتقول انه ما يضل بشار الاسد فلا بيضل 24 ساعه، لا روسيا ولا غيرها بتحميه، بس هن الامريكان بدهم اياه الله يسلمك، والروس يعني هلا اخف يعني ما عم يلاقوا لهم بديل كويس عنه كمان بالدنيا، يعني ما بعتقد انه والله ابدا انه والله والله طلع والله في صراع علوي علوي، ما بيصير في صراع علوي علوي، انا ما عم بيأس الناس لكن عم بقول لهم بس الحقيقه انه ما نعول شيء هذا ما بشار الاسد لن يذهب الا قتلا او بالاف 16، ما في غير الحل يعني. طيب ننتقل الى محور مهم وخطير جدا اليوم تشهده الساحه السوريه للاسف، الكثير يقول اليوم ان هناك فصائل سوريه محسوبه وحسبت على الثوره بشكل او باخر، اصبحت اليوم تقاتل كمرتزقه في مناطق اخرى تحديدا في ليبيا. شوف اخي الحبيب، التعميم من العمى. انا اولا من حيث المبدا انا ضد ارسال اي ثائر سوري الى اي ارض تكون، يعني لا يعقل واحد ترك حفتر سوريا وراح يقاتل حفتر ليبيا. انا شو دخلني بليبيا؟ معلش خليني اكون صريح، اللي عم يروحوا هذول مش ثوار، يا لا تشوه الثوار فيها، هذول مش ثوار ولا بيعرفوا الثوره، هذول لو بيامنوا بالثوره ما بيطلعوا برا حلب، ما بيطلعوا برا الريف الشمالي وبرا المناطق ضلع الفرات. انا اللي بدي قاتل يروح، اللي بعتهم عنده جيش يروح يبعث جنوده. نحن شو لنا في ليبيا؟ نحن ما عندنا لا بدنا نفط من عندهم، لا شو دخلنا فيهم نحن؟ انا بس بدي افهم شو دخلنا. وبعدين انت لما تبعت ناس لهناك قاتل، وانا شفت امبارحه مقطع برسل لك اياه على الخاص، مقتل هيك مجموعه والله العظيم كلياتهم دراويش يعني ضاحكين عليهم يعني، باعتينه كل واحد على 1800 دولار، تعرف شو معناته 1800 دولار يا اخي عمر؟ يعني مبلغ زهيد جدا 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 انك تروح تقاتل وبجوز ترجع وبجوز ما ترجع. وانت عم تقاتل عدو مالك فيه لا ناقه ولا جمل. انا شو دخلني في ليبيا يا اخي؟ في صراع داخلي، انا ضد حفتر وامتداد هذا قذافي الثاني رقم اثنين وامتداد للدوله العميقه. انا ما عم دافع بس هذا خطا. انا ليش عم يا اخ عمر هن راحوا بتعرف انت بعز دين الحمله العسكريه على ريف ادلب الجنوبي والشرقي وغيرها، يعني انت راح بامس حاجتنا نحن لمقاتلين وناس وكذا وراحوا. هلا انا ما فيك انت يا اخ عمر تكون صريحين، الحامي للريف الشمالي الادلبي كله ما تبقى لنا في الريف الشمالي، الحامي لنا عمليا هو تركيا. ما بدنا نكذب على بعض يعني، نحن شفت انت العمليات العسكريه اللي صارت قبل ثلاث اشهر، يعني قضم النظام تقريبا وروسيا شيء ثلث ادلب تقريبا، يعني فقط مقاومه فرديه افراد. اجى التدخل التركي بعد المقتل اللي. وانا قلت لهم طيب. للناس كلها انه النظام، انه نسمح لي انه النظام لن يتراجع ولن يتراجع عن اي قريه سلمها الا باستثناء ساعدنا كم بلده في جبل الزاويه والنيرب، والان سنعقد مع بشار. والناس الان اللي تهجرت حوالي 700 800 الف انسان
الان عم ينتظروا هيك الان انت حتسوي. وانا انا بوجه حتى خطاب من هون ما عبر طريقك للفصائل في الشمال السوري، انه انتم عدم مؤاخذه لازم تكونوا صريحين مع الناس. لا ما تقولوا للناس يا اخوي نحن سوينا اللي علينا، نحن ما عندنا قدره نسوي عمل عسكري ضد روسيا وضد النظام وخلص بدنا نكتفي بما يعني كتبه الله لنا من هذه الارض ونأسس فيها ما يشبه دويلة او 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 دوله. او بدك تضل ساكت وتعطي للناس ابر بنج وتقول لهم لا حترجعوا لا حترجعوا، لا يا سيدي بدون عمل عسكري ما حيرجع. طيب لا هلا ولا بعدين، وكل الناس تعرف هذا. بعض الناس تتكلم معليش، انت قلت لي اشبع طرحا، لكن انا اعيد، الواحد يقول لك ايش الفرق؟ ما كله في النهايه اصبحت هذه الفصائل تعمل كمرتزقه عند النظام التركي. غير صحيح يا اخي، غير هذا ظلم للثوار. ايش مرتزقه يعني؟ هلا في يا اخي اسمح لي، لا اله الا الله. ويقول لك معلش، ويقول خليني اكمل لك السؤال يا اخي، خليني ارفع لك ضغطك كمان زياده، معلش اديك السؤال اكمل لك. واصبحت هذه كلها ارض محتله من تركيا، الشمال السوري ارض محتله من يا تركيا. اخي حبيب، انا سوري، انا ترى ما حد بامكانه يزاود علي، تمام؟ انا عندي الاحتلال التركي بين قوسين اشرف ألف مره عندي من الاحتلال الايراني والاحتلال الروسي. انا اذا خجرت لا والله خف يا محلى الاحتلال التركي. الاحتلال التركي الان روح شوف شو سووا، بغض النظر عن رزاله، انا بحكي بقول لك اياها، بعض الفصائل في الريف الشمالي في كهرباء وعم بيسووا شوارع وعم بيسووا كذا وعم بيسووا تنميه وعم بيسووا، بس العيب نحن فينا، نحن مش بالتركي. انا الان امام خيارين، لا ما اصير تحت الاحتلال الروسي او الاحتلال التركي، لا اقول لهم مرحبا بالاحتلال التركي ولا حدا يزاود علي. تركيا ليست بلد صهيوني وليست اسرائيل بلد مسلم، بلد كان خاصره الثوره السوريه وكان منفسنا الوحيد ولما يزل. ورجيني الان في كل سوريا، لا انا ما اطبل لتركيا ومش بحاجه اطبل لتركيا، وانت بتعرف اسد المعرفه يا اخي عمر، انا لما قلت لك مش بحاجه ترضى عني تركيا ولا ترضى عني قطر ولا ترضى عني السعوديه ولا ترضى عني، ليش بترضى عني؟ مشان فلوس؟ انا مش بحاجتهم يعني. انا اقول كلام الله، هذا كلام قلبي وربي. هلا مثلا انا بدي اسال سؤال هاد نانس اللي عم يقول لك اللي والله هذا الاحتلال التركي، ليش تفضل يا اخي انت عم تقول احتلال تركي؟ تفضل كنت احتلني، مرحبا كنا بالاحتلال السعودي يا اخي، مرحبا بالاحتلال المصري لو اجى ينقذ شعبي وبلدي من هذا الطاغيه. انت لا ترحمني ولا بتخلي رحمه الله تنزل علي. يعني انت مانعني حتى، يعني النظام كان يمنعنا يا اخي لما يصير في قتل يمنعك حتى من الاحتجاج، يمنعك حتى من عزاء. الاخوه اللي بيزودوا علي هلا مثلا، انا قلت حطلع معك القوات مش عارف ايش يا اخي، شو دخلني انا في العب؟ انا الرجال دعاني وانا لبيت، والله انا ما بقاتل بالسيولات يعني يا اخي، ما بقاتل تدعيني ما بروح لاني ما عندي وقت، بس انا قلت شهر رمضان وانت اخي وحبيبي بنطلع من دردش وكذا. بس انت ليش هلا انا صار لي عم احكي معك ساعه غلطت في على السعوديه؟ لا ابدا، حكيت عليهم أبداً. انا متاكد دمعه بتحكي الان في نص بشيء 200 300 واحد عم بسبوني عم بقول انه لك، في واحد قبل شوي قال عاش بشار، عاش بشار تستاهلون، لانك طالع مع عمر بن عبد العزيز. انت اسمك بن عبد العزيز ولا عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز. والنعم والله، الله يسلمك. فالشاهد اخي عمر، يعني هؤلاء المزاودين، انا ما انا بقول لك تركيا لم تتدخل فقط لسواد عيوني زرق ولا اسنان الفرق، هي عندها مصالحها، عندها امتدادها، عندها كل شيء. بس انت لما اللي بتجي بتقول لي على طول الاحتلال التركي، ولا اللي راح على ليبيا بقول لك يا مرتزق كلامي، بقول لك مرتزق راح مشان 1800 دولار. اما الثوار اللي قاعدين في الريف الشمالي الحلبي والصين، والله العظيم لما سووا معركه يوم ما غزا النظام الريف الجنوبي الادلبي، سووا معركه في تادف عند الباب، اجى الهاتف انه وقفوا الا وهلا وتحاسبوا. على فكره قسما بالله الا كان بدهم ساعتين كانوا بيوصلوا حلب، وصار يبكوا هذول الثوار اللي عم يحكوا عنهم مرتزقه لانهم وقفوهم بتفاهم روسي تركي. فهمت قصدي شلون؟ يعني عيب احنا والله نقول الله انه هذا اللي اخي صادقين راحوا، بس في انصاف صادقين، في ناس لسه كويسين، يعني في ناس دائما تجددنا وما طلع عندها الا الجلد الذات. ليش؟
لانك انت ما عندك معارك الله يسلمك، وما عندك تحرك عسكري، وما عندك تحرك سياسي، وما عندك شيء، فالناس ايش تسلم؟ تسلم بعض. هذا بيخون هذا وهذا بيحكي على هذا وهذا، فهمت قصدي؟ هذا هو اخ عمر. فالكلام بقول لك اللي رايح على ليبيا، انا بقول لك هذا انسان مستاء، هذا رايح مشان ما بيضل. اما الاخوه الصادقين والمرابطين والثائرين واللي عم يغيثوا الناس، والله العظيم في ثوار في ريف حلب الشمالي، الريف الشمالي الحلبي اللي نواحي درع الفرات وكذا، قسما بالله عبش لما صار النزوح الكبير 800,000 يروحوا يسووا المحلات، غرف محلات المسكره، غرف ومطابخ مشان يسكنوا فيها عيال ومش عارف ايش. فالتعميم من العمى يا اخي، في كل الثورات ما في ثوره نظيفه، في ناس عاطلين، في ناس كويسين، في ناس ملائكه، في ناس شياطين حسب. اما اعطونا نحن نجدد ذاتنا. فانا رسالتي حتى للفصائل لازم تكون يا شباب، تقول لكل البشر اللي قاعدين بالمخيمات، ترى احنا ما عندنا معارك مع النظام. يعني امبارحه انت الدبابه الروسيه وصلت عند ريحه، ما احتجيت تمام عليها ولا سويت هذا، ومنشان موضوع تافه صار عندنا في الشمال السوري ما خلوا شغله الا ما احتجوا فيها. طيب هاي الروس صاروا جيراننا في ادلب، فتصرفوا الناس يا اخي. مش عيب يعني، احنا الثوره السوريه غيرت الكثير من المفاهيم. نحن اكثر ثوره في الدنيا قدمت شهداء خلال 10 سنوات، وهي تقدم وتقدم 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 وما زالت تقدم، وهي كانت امتداد ايضا لاي تغير فيها كان امتداد حيروح لدول اخرى. بس الله غالب يعني، شو بنسوي يعني؟ هل خذلكم اصدقاء الثوره السوريه؟ طبعا نعم، اصدقائنا يعني في اصدقاء النظام مخلصين، اصدقائنا منافقين. يعني مثلا انت يعني كانوا الله يسلمك، شوف في عندك انت ثورة سورية، خذ راحتك، يعني خذ راحتك، لا تشفر، لا تشفر شيء، خذ راحتك. في بعض دول الله يخليك اخ عمر، يعني لا شك انه دعمت الثورة السورية في بدايتها دعم يعني لا محدود، سواء كان السعودية ولا قطر ولا غيرها من الدول، هذول دعموا الثورة السورية كانوا في خندق واحد وداعمين لها بس لمين كانوا يعطوا فلوسهم؟ لأتعس خلق الله، للناس يعطوا فلوس 100 مليون دولار 50 مليون دولار 200 مليون دولار لفلان وعلان، وهذاك شيخ عرب يوزع هيك ويوزع هيك ويضيعها ويسرق نصها ويكمشن عليها وكذا. وبعدين لما في بعض الأنظمة يعني صحيت قال لك يا أخي إذا صار تغيير في سوريا بجوز تكرر المسألة، فخلي الأمر هيك تمام، خلوه هيك. بال 2014 طلعوا لنا 2013 نهايتها طلعوا لنا داعش، قالوا يا أخي أجر شهيدين، وهذاك النظام أجر شهيد، فروحوا قاتلوا أجر شهيدين وبلاكم بالأجر الشهيد حاليا تمام. الله أكبر، راحوا هاجموا على الدواعش. الدواعش ما في قتالهم مريض، فجأة داعش قصمت ظهر الثورة السورية بقتالها الداخلي مع الثورة تمام، واستنزفت على مدى سنوات. وكان عندنا في حلب ثلاث أحياء يا زلمة بدهم بس سقوط، ما كان فاضيين تمام. وبعدين إجا يعني شكلوا لك الموم، شكلوا لك الموم ومش عارف إيش، وتدخل المال الخليجي، هذا يدفع لأحرار الشام، وهذا يدفع لجيش الإسلام، وهذا يدفع لفلان، وهذا يدفع لفلان، وهذا يروح على يسوي معركة بالساحل، يقول له لا خلي انت سويت معركه بالساحل، يروح خلي قطر تدفع لك، فهمتني مثلا. فاشياء كثيره لما بدي انا يعني افتح قصص عافى عليها الزمن، لكن انا بقول لك اخ عمر بشهاده الله وللتاريخ انه دور الخليجي ساهم بدور تدميري في الثوره السوريه للاسف. طيب اليوم في دول خليجيه بدات تغازل علنا بشار الاسد وترحب بفتح بإعادة العلاقات مرة أخرى، يعني مثال الإمارات على سبيل المثال، محمد بن زايد كتب تغريدة أنه أنا بطمن على سيادة الرئيس بشار الأسد وعلى سوريا لأنه عشان في أزمة كورونا، من باب إنسانية لا أكثر لا أقل. يعني شوف هلا كل الدول الآن من تحت الطاولة كلها بلا استثناء على فكرة، باستثناء ربما يعني دولتين او ثلاثه اللي هن في المحور الان المعادي للاسد بشكل علني والداعم للثوار، اللي هي مثلا تركيا ولا قطر ولا غيرها من الدول، او الدول التي يعني في دول وقفت على الحياد الايجابي خلينا نسميها، فهمتني؟
مثلا زي عمان، عمان مثلا ما تدخلت لا في دعم الثوار ولا في دعم بشار الأسد، عم بحكي على مدى 10 سنوات. لكن في النهاية أبو أخ عمر، يعني بدي أقول لك الآن إيه، وبعدين هدول الناس اللي في إدلب إيه وبعدين شو مستقبلهم؟ فبيظهروا دائما النظرة براغماتية، بيقول لك إيه بعدين. هلا أنت إذا بشار وروسيا وأمريكا، يعني هم لا يمكن مثلا في، يعني مثلا مو بشار في النهاية أخي مو رئيس دولة، بشار عبارة عن برستيج، ما له سلطة لا على الأرض ولا على العباد ولا على شيء، يعني بس حاطينه هيك. الروس الآن أنت راجع الخريطة السورية، لو في عندي خارطة توضيحية، عندك 25% إلى 28% بتسيطر عليها الأكراد والأمريكان، عندك ثوار عندهم شيء تقريبا 10-12% الآن اللي في الشمال، عندك في التنف 5-7%، باقي للنظام حوالي 60%، 20% روسيا، 40% إيران. يعني وين ما له سلطة على أحد والله. حتى في الجنوب السوري المناطق التي صالحت لهذا، على فكرة إلى الآن ثوارها في 4-5 أو 20 مدينة في حضران ما دخلها النظام لمعلوماته، لا إلى الآن. والآن النظام يتهيأ لعملية عسكرية في الجنوب السوري، هي صالحوا لكن ما أخذوا سلاحهم ما سلموها. الآن ابن حوران إذا في حاجز بالنظام أساء لأي واحد في الجنوب السوري، بيروح فورا عند الروس، بيجوا بيلعنوا أبو لمين؟ لا حاجز النظام، فما له سلطة على أي شيء. أنت الآن أمام نظام متهالك اقتصاديا، مفلس، عم يطبع عملة ما في عنده أحد، دولة تعيش عصر للأسف الانحطاط، وهذا اللي قاعد في المهاجرين لا عم يفهم ولا بده يفهم، لا الان ولا بعدين، هذا القصد. فالان اذا استمراريه هذا الامر اذا استمر، قطعا كل الدول في نهايه المطاف، كل الدول كلها في نهايه المطاف ستطبع مع النظام الذي سيحكم البلد، لان في النهايه انت امام منظومه دوليه. جي، ما هو مصير مناطق الشمال السوري اليوم؟ ما خذ راحتك. شوف أخي 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 عمر، ببساطة شديدة، دقيقة أنا أحط ميوت بس تفضل. أخي عمر ببساطة شديدة، شمال السوري أنا حكيت لها للناس كلامي هذا منذ تقريبا سنة ونصف. كيف استراتيجية النظام كانت في استعادة جزء كبير من الشمال السوري بعد اتفاق أستنا واتفاق اللي صار في روسيا؟ هو الآن هو بيسوي عملية عسكرية، بنسوي له مثلا نحن هيصة وحفلة، بيتراجعوا الثوار، بيقاوموا، بيتراجعوا، بيقضم أرض، بعدين بتحتج تركيا، بتحتج روسيا، بعدين بيضل في بيرجع بيسوي عملية عسكرية 3 أشهر بيسكت، بعدين بيسوي عملية بعد 4 أشهر بيسكت، بيقضم بيقضم بيقضم. أنا حاليا اللي شايفه إنه الآن حتضل المنطقة هيك تعيش حالة اللا حرب بالشمال السوري من هون لست أشهر، 5 أشهر 6 أشهر، حسب بقى التفاهم الروسي التركي. الشمال السوري كله الآن بيد تركيا، يعني بيد الكفيل التركي. الكفيل التركي أراد أو تفاهم مع روسيا أنه والله خذي الشمال السوري حياخدوه. الكفيل التركي قال لا، حنضل هون وحنثبت هون، لأن هو تدخل التركي عمليا أخي عمر الأخير في المعارك الأخيرة هو الذي حجز وقف زحف روسيا والنظام والتدمير اللي صار، تدخل التركي الاخير. لولا انك شفت النظام الان في باب الهوى، لانك انت اخي الحبيب اسمح لي معلش نكون صادقين وواضحين، نحن ما عندنا معامل دفاع، ما عندنا امداد، ما عندنا يعني عدم مؤاخذه معامل لتصنيع ودوله عم تعطيك يعني عدم مؤاخذه اسلحه على ما يشير. لا لا، ما في، عم تعتمد دائما على الغنائم، وبعض من السلاح بتعطيك اياه تركيا، بتعطيك اياه الدوله الفلانيه، تبعت لك اياه هذا، تبعت لك اياه، بيعمل لك اياه، بس ما في عندك زي يعني انت عم تقاتل دوله مساحتها روسيا مثلا. فنحن اصلا مقاومتنا له الى الان هو اعجاز ثوري، يعني فهمت قصدي؟ فشاهد الان بيد الاتراك. الان انا ومن الذين يعني احسن الظن بهم، يعني اتوقع الامر حد يمتد الى 6 أشهر، بعدين ممكن تصير عمليه عسكريه، لان النظام حتى هذه اللحظه عم يفكر ياخذ جسر الشغور
واللي من الطريق الدولي فما ام 5 وما اعلى ولا ام 4 الى ما اعلى باتجاه ساحل يعني بده أوكي. جسر الشغور لان هو اخذ الطريق الدولي تمام الام 4 والام 5 تمام والان الدوريات الروسيه التركيه وصلت ريحه تمام فالان بده ياخذ جسر لانه الجسر الله يسلمك على علو وقريبه على الساحل وعنده في جبال لاذقية فيها جزء منها من الثوار المرابطين الثابتين حتى هذه اللحظة فيها فهو بعدين يعني عندنا وفصائلنا نحن في الشمال للأسف إلى الآن ما عرفت تنظم أمورها يعني ما عم بتساوي هي الدولة 10 سنين يا أستاذ موسى إلى الآن تتكلم إيه؟ أنه ما عرفوا ينظمون أنفسهم يعني صلي على النبي أقول لك على أديك مثال قبل دخول حفتر في 4/4/2019 في ليبيا ترى كانوا الجماعة مختلفين مختلفين متقاتلين متناحرين يوم 4/4/2019 الجماعة صلوا على النبي قال لك اسمعني لو دخل حفتر بيستحي نساءكم ويستعبدكم ويعيدها مرة أخرى قد ذافية حل الوحيد تجتمع اجتمعوا الناس وقاتلوا يعني اليوم في سوريا 10 سنين والفصائل في منطقة محصورة ما اتفقوا ليش يا اخي ما فيك يا اخي تقيسني هنا في ليبيا، ليبيا عندهم مطبع دولارات هناك وارض مفتوحه ومطارات مفتوحه وحكومه في طرابلس ودعم وطيران وتركيا وهون هنا ما فيك تقيسني انا فيها. انا صح هلا هن عاشوا مرحله الهدنه ما كانوا عم يقاتلوا صار يعني 4 5 سنين ما قاتلوا. هلا الان عم يتقاتلوا هم بين بعضهم في حرب النفوذ ما بين حفتر وما بين القوات الشرعيه في طرابلس اللي هي اصلا المعترف فيها دوليا يعني انا بعرف عندنا حفتر في سوريا بده خلع هل انا عندي قدره الان اخلعه هل عندي قدره عسكريه اني اخلعه بدي دعم دولي بدي انا السوريين بدهم واحد يوقف معهم وقفه رجال فهمتني ما عندنا احنا الى الان واحد وقف معنا وقفه رجال الى الان في كل مراحل الثوره السوريه عندنا ولازم نفرق اخي عمر ما بين الحليف والصديق والاخ احنا ما عندنا حلفاء في الثوره السوريه عندنا اصدقاء يوم بيعطيك يوم ما بيعطيك وما عندنا اخوه ولا اباء لانه نحن وثورتنا ولدت يعني يتيمه انا ما عم بيأس الناس لكن عم بقول انه واقول لهم الله اكبر وبكره احلى ومش عارف ايش لا انا عم بقول لكم ديروا بالكم حصنوا المناطق اللي انتم فيها وانا ما بعتقد ان حتصير اي عمليه عسكريه من قبل الفصائل السوريه على المدى القريب ضد النظام السوري الا اذا صار في دعم واعلان حرب تركي واضح ويدخلوا مع الاتراك لا اكثر ولا اقل هذا اللي ممكن نحن نسويه هذا اللي ممكن يطلع فينا لا اكثر ولا اقل مشان ما احمل الناس بس انا قصدي على اللي ما عرفوا يضبطوا انفسهم أنا قصدي إنه نحن عندنا 3.5 مليون هذا يعني لازمهم حكومة، لازمهم مجالس محلية، لازمهم خدمات، لازمهم كهرباء كان في تجربة أسف أنا كان في تجربة في الشمال السوري في إدلب تحديداً إنه مجلس بلدي أهلي أو مجلس أهالي أو إدارة يا أخي المشكلة في إدلب اسمعني المشكلة هذا التناحر سووا إنه مين مسيطر على إدلب؟ الهيئة، هيئة تحرير الشام تمام؟ القوة الأكبر فيها لما تسيطر راحوا سووا حكومه اسمها حكومه الانقاذ صاروا الريف الشمالي وجماعه درع الفرات وغيرها والجيش الحر وكذا يهاجموها هاي حكومه تابعه للقاعده وهاي مش عارف ايش لك يا اخي يعني انا ما بفهم الذي اعرفه انه الجلد الذات يعني انت مثلا انت امامك الله يسلمك في مثال شفت الغزالين عم يتقاتلوا فبيجي اسد بياكل واحد منهم شفت المقطع هذا نحن هيك صايرين فيها بتقاتلوا بتناحروا وهذا بيردح على هذا في التويتر وهذا بيردح على هذا في الارض وهذا مش عارف ايش لاعب ينجحوها هون ولاعب ينجحوها هون طيب مثلا لان عندنا في الريف الشمالي كمان حكومه الريف الشمالي الحلبي في كمان حكومه طيب ليش امراء الحرب شغالين اتاوات ليش عمليات الابتزاز ليش عمليات قطع الطرق ليش هلا اخطاء في اخطاء بس في عم يطلعوا لك فلان علتان عم يسوي لك برح شفت لك فلان بدون ما عاد اتذكر اسمه امراء حرب عاديه مضافات ودنيا وعم بيعاتب صاحبه ليش اليوم الخارجيه من هذا الحاجز بس قال له يا عرص 5000 دولار ومش عارف ايش وبدي اياها يعني في اشياء وبعدين في تجاوزات على الناس
لازم نحكيها. في تجاوزات على الناس، وعم يصير في تجاوزات على الناس ومصادر ارزاق العباد. ونحن في 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 يا اخي ادلب هو بلد خير على فكره، بلد كله زراعي، بلد انا ابن هذه المحافظه وبعرفها اهلها وبعرف ناسها وبعرف كل شيء، حتى بالريف الشمالي الحلبي. والشعب السوري شعب جبار بيحب الشغل والله. في اخر زياره للادب قسما بالله بتشوف الناس تنزل على الارض اول يوم ثاني يوم في ناس عم بتعمر جنبها، لانه السوريين بطبعه شغيل. نحن شو يعني بدنا من كل هلا؟ يعني نحن مبسوطين على هذا الوضع. في عندنا واحد في 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 المهاجرين لا فهم علينا ولا فهمنا عليه، قاتلنا ما مشي الحال، اجى الروس اجوا انقذوه. انا ذنبي بعدين تقول لي والله فشلت الثوره السوريه بسبب انه انتم عرصات؟ لك يا حبيبي مش بسبب نحن عرصات، بسبب انه نحن يا اخي نحن في موازين قوى يا اخي، انت لازم تراعي هذا الامر. في نحن صادقين وقدمنا شهداء ومليون شهيد ومليون قتيل، وتهجروا الناس هذول اللي اجوا من 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 الغوطه الشرقيه ولا من حوران ولا من نبك ولا من الزبداني، مو لازم يرجعوا، ولا من حمص ولا من ريف ادلب الجنوب، بس لازم يرجعوا على على بلدهم على دارهم مبسوطين هم قاعدين بخيم ومذهولين لفلان. هذا بدي اجر ب 100 دولار وهذا بده ب 300 دولار وهذا بده كوميسيون وهذا بده. يعني انا في حالات على مؤاخذه فاتح انا الخاص عندي اخ عمر، بعرف وقتك ضاع ورايح تفطر، لكن الله غالب نحن افطرنا. يعني خذ راحتك بالعكس، الحاجه كبيره كثير وبدها تكاتف وبدها اخلاص وبدها نتحمل غبن بعضنا البعض، ان اختلفنا في الاراء بنتحمل بعضنا. انا والله كثير من الناس بتسبني وبتشتمني، وناس يعني بتحبني وناس بتودني وناس تبغضني. ان يتفق الناس على حبك هذا امر مستحيل، لان الناس لا تتفق الا على حب رجل المجنون. فهمت قصدي شلون؟ فانت لازم تعارك في الحياه وتضل تتحمل وكذا، واذا ما تحملت يعني خلاص صف على جنب وتكتف ورجع لورا. طيب اعطينا كلمه اخيره كذا. كلمه اخيره على اي صعيد الله يسلمك؟ الشعب يعني السوري في المقام الاول ثم بعد ذلك. والله يا شعب سوري انا والله انا اقول لك انا خادم لن يعاكم واحد واحد من ابن الدم. هو من عنده ممكن يمكن في احد اتصل عليه، على ما يبدو انه جاء احد اتصل عليه الان فتوقف، كانهم يبغون يروح الحق الفطور بشكل سريع جدا، بس نشوف الان كان احد اتصل عليك. خذ وقتك ادينا الكلمه مره ثانيه. ايه انا للشعب السوري اقول اولا رمضان كريم علينا وعليكم. انا خادم لنعالكم واحد واحد، لابن دمشق، لاب الريف دمشق، لابن حمص، لابن حماه، لابن حلب، لابن ادلب، لابن دير الزور، لابن الساحل السوري الكويسين منهم، لاولاد البوكمال والرقه وكلياتهم، كل سوريا بعرفهم وانا خادم لكم. انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه انا اشعر والله اعلم انه ما هذه الشهداء ايها الاخوه ما حتروح هباء، حاشا لله سبحانه وتعالى عدالته انه يروح دماء مليون شهيد هيك بدون شيء. والله يبارك فيكم، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. وعم نشوفك اجواء رمضان في ادلب والشمال السوري كويسه والناس متفائله وجباره كما عهدناها دائما يا اخ عمر. وشكرا لك، وما اليوم ما ضربنا ربعك يعني الحمد لله. لا احسنت. توبه. دخيلك مو ناقصنا الله وكيلك، هلا بتسلطوا علي شيء. شكرا جزيلا لك استاذ موسى، شكرا جزيلا لكم انتم ايها المتابعين الكرام على حضوركم واستماعكم. امل ان تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذا اللقاء. صياما مقبولا، افطارا شهيا، نلقاكم على خير، كونوا حرارا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.